بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أتكلم تحت العنوان لاين كلر. لو أنا كنت أدرجته بصراحة في مساحة العمل بتاعي عبارة عن تكست بوكس، التكست بوكس ده هتضغط عليه هعمل له سيلكشن وأضغط عليه كليك يمين وأختار فورمات شيب. من فورمات شيب يا جماعة اتكلمت عن فيل في الحلقة اللي فاتت واسمها الباك جراوند. النهاردة هنتكلم عن اللاين كلر. اللاين كلر ده بالنسبة للون الحد الخارجي يا جماعة. طبعا نو لاين يبقى انا مش شغال، انا زي ما انا قلت ان انا مش شغال على لاين، ولو قلت له سوليد كلر هبتدي ياخد لون معين. ولنفرض لو اخد اللون الابيض هتحس ان الحد الخارجي اللي واخد لون الابيض. واحده من ضمن النقط الجميله خالص ان انت ممكن تبتدي تعمل اي دروبر. الاي دروبر ديت مشهد بيبتدي ياخد لك اجزاء من اي مكان في الشاشه بتاعك، سواء كان ويندو مفتوحه او مقفوله. خلينا ناخد من المشهد بتاعنا احنا واقفين عليه مثلا الجانب الفاتح ديت، فهبتدي احطه لك كسوليد كلون يعني. او انت ممكن تبتدي تعمل جريديانت، تاخد تدرج زي التدرجات اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقات فاتت. ده واحده من ضمن النقط اللي ممكن تساعد، او واحده من ضمن الفيتشرز الجميله خلاص في البرنامج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.